أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مراسم قرعة دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إجراؤها في 7 من مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة. وكان الأهلي قد تأهل لدوري المجموعات بعد تخطيه منان الجابوني بالفوز في الذهاب برباعية دون مقابل، وفي الإياب في الجابون بثلاثية مقابل هدف. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا محمد سعيد. محمد، أهلا بك. أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايزين نعرف الإجراءات والتصنيف الخاص بالقرعة والجديد قبل ساعة من بداية القرعة. يمكن في هذه اللحظات مسؤول الاتحاد الأفريقي بيستعد لإجراء مراسم قرعة بطولتي دوري الأبطال الأفريقي وكأس الكونفدرالية، وكانت لجنة المسابقات الخاصة بالبطولتين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كانت أعلنت تصنيف كلا البطولتين بالنسبة لدور الأبطال. يمكن تم تصنيف الفرق التي تأهلت لدور الـ 16 ودور المجموعات إلى 4 تصنيف، يعني تصنيف في الأول الأهلي والوداد والنجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، التصنيف الثاني الترجي التونسي ووفاق الطيف الجزائري وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي، والتصنيف الثالث مولودية الجزائر كامبالا سيتي الأوغندي حوراة كوناكري الغيني مبانس وزيلوس سوازيلاند، والتصنيف الرابع الدفاع الحسني الجديد المغربي واول اغسطس الانجولي وتاون شيب برولز بوتسوانا واي اس بورتو بطل توبو. يمكن التصنيف الاتحاد الافريقي او لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي اعتمدت على نتائج اخر 5 سنوات واخر 5 بطولات بالنسبه للانديه التي تاهلت لدور المجموعات من بطوله 2013 حتى اخر بطوله عام 2017، واعتمدت بعدد نقاط، يعني اذا وصلت للمباراه النهائيه تحصل على 6 نقاط اذا فزت باللقب، 5 نقاط اذا كنت وصيف، 4 نقاط اذا كنت وصلت للسيمي فاينال، 3 نقاط اذا خرجت من دور المجموعات، وبخلال هذه النقاط والمجموعه التراكمي للنقاط يبدا العدد التراكمي وضرب النقاط في النهايه يحدد الفريق الاكثر نقاطا يكون في الاعلى تصنيفا. ده بالنسبه لدوري الابطال الاربع مجموعات او الاربع مستويات التي تم اعلانها، والاهلي يعتبر فيها المستوى الاول وبالتالي يبتعد عن الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي في مرحله دور المجموعات. اما بالنسبه للكونفدراليه بالتاكيد الفرقه التي خسرت في دوري الابطال تتاهل الى الدور التالي في الكونفدراليه، ولتلعب مع الفرقه المتاهله من دور ال 32 في الكونفدراليه، بحيث تم تصنيف الاربع او الفرقه التي تاهلت الى 4 تصنيفات، يعني المستوى ايه هو الخاسر من دور الابطال زي الهلال السوداني، سان جورج الاثيوبي، فيتا الكونغولي، وزنايكو الزامبي، والمتاهل من دور الكونفدراليه او بطوله الكونفدراليه اتحاد العاصمه الجزائري، سوبر سبورت الجنوب افريقي، هلال اوبايد السوداني، وانيمبا الناجيري. مجموعه ايه اللي فيها الهلال وسان جورج وفيتا وزنايكو ستواجه ال 12 فريق المتاهل من دور ال 32 في الكونفدراليه وهي مستويات اقل، لكن على الجانب الاخر المتاهل من دور ال 32 في الكونفدراليه المستوى دي اتحاد العاصمه سوبر سبورت هلال اوبايد انيمبا الناجيري سيواجه الفرق الخاسره من دور الابطال والمتاهله زي اسيك ميموزا ومونانا الجابوني اللي كان بيواجه النادي الاهلي، ثم بعد ذلك بعد ان تقوم هذه المباريات خلال شهر ابريل ستكون هناك قرعه اخرى لمجموعات الكونفدراليه بحيث يتم تصنيف برضه الفرق الى 4 مستويات وستقام على 4 مجموعات مثل دور الابطال. كابتن سعد عبد الحفيظ هيكون حاضر عن النادي الاهلي، وهناك 3 من نجوم كره القدم في القاره الافريقيه تم تعيينهم كسفراء للاتحاد الافريقي خلال عام 2018 لسحب مراسم القرعه النهارده، ابرزهم طبعا كابتن حازم امام نجم الزمالك والكره المصريه، وايضا ماركي فيش نجم الكره في منتخب جنوب افريقيا اللي حائز على بطوله افريقيا سنه 96، ومعه ايضا النجم الانجولي ونجم النادي الاهلي سيباستيان جيلبرتو، هيكونوا موجودين وحاضرين، وتم دعوه ايضا عدد من نجوم كره القدم العربيه والافريقيه لحضور مراسم القرعه اللي هتبدا باذن الله الساعه 5. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك.